الحريري الذي قدم كامل الدعم. مساء الخير، أهلا بكم إلى المسائية. نبدأ بالعناوين مع لينا دوغان. مساء الخير في عناوين المسائية. الحكومة حددت اليوم مشروع قانون لموارد جديدة للسلسلة. مصير السلسلة يبت غدا خلال جلسة مجلس الوزراء في بعبدة على وقع تحركات مطالبة بتنفيذها. تفكيك 6 عبوات ناسفة زنت الواحدة 500 كيلوغرام وعدد من المتفجرات والأحزمة الناسفة في جرود عرسال. وحرصا على وحدة العراق وسلامة أرضه ومواطنيه. عزمة قرارات للبرلمان العراقي ضد إقليم كردستان، و92% من الأكراد صوتوا للاستقلال. يلي رح يكون هين هو تقابل مندوب بلوم بانك عبر الفيديو تشات. بلوم بانك ديما معك، كيف فيني ساعدك؟ بس يلي ما رح يكون هين تبينوا اثنيناتكم بالكادر فرشيني. تبين الطيارة مع هيك شعر، تقنع عمك انه مش وقت تدوق التبولة. اليوم بلوم بانك بيقدم لك خدمة الفيديو تشات يلي فيك تستخدمها من خلال الاي بلوم لايف تشات. بمجرد الضغط على رمز الكاميرا فيك تقابل فيها اي مندوب ساعة اللي بدك مطرح ما بدك وكيف ما بدك. اي بلوم، تكنولوجيا بتسهل لك حياتك. العاملون في المؤسسات الرسمية يبحثون عن سلسلة الرتب والرواتب المعلقة ريثما يتم إيجاد مصادر لتمويلها وسط إضراب تحذيري واعتصام يتجدد غدا عند مفرق قصر بعبدة. أما المسؤولون فيبحثون في جلسة مجلس الوزراء غدا عن الكلمة الفصل في قضية السلسلة في ظل خلافات مستحكمة على خلفية قرار المجلس الدستوري، وأن كان الخلاف يحمل في طياته بوادر صراع حول الصلاحيات خصوصا فيما يتصل بصلاحيات المجلس النيابي. وفيما عاد رئيس الجمهورية ميشيل عون إلى بيروت لترأس جلسة مجلس الوزراء بعدما أنهى زيارة الدولة لباريس، فإن البارز سياسيا اليوم الإعلان عن زيارتين للمملكة العربية السعودية بدأهما رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل، وفي الزيارتين المنفصلتين بحث في تطورات الأوضاع في المنطقة. إقليميا، البرلمان العراقي يصدر 12 قرارا ضد إقليم كردستان على خلفية الاستفتاء في مقدمها المطالبة بمحاكمة مسعود البرزاني. وفي هذا الوقت لفت الموقف الأمريكي الذي عبرت عنه المتحدثة باسم الخارجية من أن بلادها تنوي فتح صفحة جديدة مع أربيل على أساس واقع ما بعد الاستفتاء. وفي المقابل أعلنت اللجنة العليا للاستفتاء النتائج الرسمية وهي سجلت تأييدا كبيرا لصالح الاستقلال. إذن وفيما يستمر الإضراب العام مع ما ترافقه من تحركات، تواصل الحكومة في جلستها غدا في بعبدة دراسة مصادر تمويل السلسلة في وقت تختلط السياسة بالوضعين المالي والاقتصادي. تقرير ربيع شنطف. على وقع غضب وتخوف الأساتذة وموظفي الدولة وفي ظل استمرار الإضراب العام الذي بدأ يوم الاثنين، تنعقد الخميس جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدة تعتبر سلسلة الرتب والرواتب نجمتها. الجلسة التي تبدو مثقلة بالهموم المالية والمطلبية على حد سواء تتكبل برياح الخلاف المستحدث حول الصلاحيات بين رئيسي الجمهورية ومجلس النواب ميشيل عون ونبيه بري، والذي تم التعبير عنه صراحة بالسجال بين وزراء الطرفين خلال جلسة الحكومة الأخيرة في السراي. الحكومة حددت اليوم مشروع قانون لموارد جديدة للسلسلة وهي بانتظار انه تاخد قرار فيه. هلأ صار في هون إشكالية إنه هذا القانون تبع الموارد الجديدة هل بيكون ضمن الموازنة أو خارج الموازنة؟ الرئيس الحريري عنده حد هذا ما بيتخطى، وهو موضوع السلسلة ويجب دفعها لأنه السلسلة حق ولأنه السلسلة قانون ولأنه الحكومة واجباتها تنفذ القوانين.
الجدالات حول تمويل السلسلة ومسألة قطع الحساب توازيها جدالات عن اللقاء بين وزير الخارجية جبران باسيل ووزير الأسد وليد المعلم، وقد دعا البعض إلى طرح المسألة على مجلس الوزراء لأنها اعتداء على بند من بنود التسوية والبيان الوزاري. مع الأسف اليوم عم نشوف أنه في ناس عم بيجيبوا نقاط خلافية وعم بيحطوها على طاولة مجلس الوزراء. عندما قام وزير الخارجية بلقاء وزير خارجية النظام السوري في نيويورك وبناء على طلبه، بناء على طلب الوزير اللبناني، هون الموضوع بيختلف تماما. هون الخطورة وهون الاعتداء يلي حصل على البيان الوزاري وعلى الحكومة وعلى رئيس الحكومة. وانطلاقا مما تقدم، يطالب كثيرون بتحييد المواضيع السياسية الخلافية عن المواضيع الحياتية، وذلك لمصلحة الوطن والمواطن. وفي إطار التجاذبات الحاصلة، أكد وزير الأشغال يوسف فنيانوس أن مجلس الوزراء متضامن مع بعضه، لافتا إلى أن المجلس الدستوري تعدى صلاحياته في موضوع التشريع الضريبي. مجلس الوزراء متضامن كله مع بعض البعض بدون أي استثناء، بأن المجلس الدستوري في هذه النقطة قد تعدى الصلاحية بموضوع أنه يضم التشريع الضريبي إلى الموازنة. هذا على الأكيد، وهذه نقطة أساسية يبنى عليها الحوار اليوم داخل مجلس الوزراء في محاولة جدية لأربع قصص نحن متفقين عليهم. سلسلة الرتب والرواتب لم يمكنها أحد، ونعتبرها لحنا حق، وهذا صار بقانون. واحد، اثنين، نحن مؤتمنين على القوانين التي يصدرها مجلس النواب، وبالتالي نحن كسلطة تنفيذية مجبرين على تنفيذها. ثلاثة، نحن بنحترم المؤسسات والإدارات اللي بهذه الدولة وعلى رأسهم المجلس الدستوري، وبالتالي نحن بنحترم له قراراته. ولكن بدي أقول آخر شيء، أنه نحن كمان كمجلس وزراء مؤتمنين بشكل أساسي على المالية العامة بالدولة. ما حدا بيقبل يصرف بدون ما يكون مأمن مدخول، لأنه إذا بتضل تصرف ومنك مأمن مدخول حتما أنت رايح باتجاه الإفلاس. هذا الموضوع الائتماني بالنسبة للدولة اللبنانية يرعى رعاية خاصة من كافة الأطراف بمجلس الوزراء. وفي بيت الوسط، تابع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري المسائل المتعلقة بموضوع سلسلة الرتب والرواتب وآخر المستجدات السياسية. المستجدات الراهنة عرضها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في بيت الوسط مع وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشيل فرعون. الرئيس الحريري استقبل رئيس اتحاد العائلات البيروتية محمد عفيف يموت في حضور النائب السابق محمد أمين عيتاني. اهتمام دولة الرئيس لبيروت وقضاياها يحظى بالرعاية والاهتمام المطلوبين، ويتابع المشاريع التي تهم البيارتة بالتعاون مع الوزارات المختصة، وقد نقلنا إليه محبة وتأييد البيارتة في كل ما يقوم به. موضوع سلسلة الرتب والرواتب والإضرابات بحثه الرئيس الحريري مع رئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت المهندس أمين الدعوق في حضور النائب السابق عيتاني. المدارس عملي يزيد رواتب المعلمين، وهذا كليته بده يفضل زيادة عند على الأقساط، والأقساط الأهل ما قادرين يدفعوه. في معضلة هون حدا بده يحلها، يا بتنحل على سبيل الدولة أو تتأجل السلسلة، وهذا شيء يعني اثنيناتهم صعبين. وهون المشكلة اللي إن شاء الله بحكمته بيقدر يحلها دولة الرئيس ومجلس الوزراء وكل رفاقه. يعني الإضراب هاللي عمال يقوم بعد ما صار شيء تحت اللي يعملوا إضراب، وما بفتكر لهم حق يعملوا إضراب تحذيري، هذا منه شيء شرعي. ومن زوار بيت الوسط سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان كريستينا لاسن، وقد جرى عرض لآخر التطورات. اختتم رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون زيارة فرنسا بلقاء رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية فرانسوا ديوروجي، وقبيل إقلاع الطائرة الرئاسية وجه الرئيس عون إلى الرئيس ماكرون برقية الشكر، لافتا إلى أن لبنان بانتظار زيارته في الربيع المقبل. اختتم رئيس الجمهورية ميشيل عون زيارة الدولة إلى فرنسا بلقاء رئيس الجمعية الفرنسية فرانسوا ديوروجي في أوتيل دو لاسي، وقد أكد المسؤول الفرنسي على أهمية العلاقات اللبنانية الفرنسية
وعلى الدور الذي يمكن أن يلعبه النواب الفرنسيون بالتعاون مع النواب اللبنانيين، فيما شدد رئيس الجمهورية على أن العلاقات اللبنانية الفرنسية وطيدة وتوطدت أكثر نتيجة زيارة الدولة التي قام بها، معربا عن سعادته لما لمسه من توجهات لدى مختلف القيادات الفرنسية التي التقاها. ثم أقام الرئيس دوروجي مأدوبة غداء على شرف رئيس عون، لفت خلالها إلى أن لبنان واحد استقرار في منطقة ممزقة بالأزمات، وهو يتحمل وحده العبء الأثقل لاستقبال أكثر من 1,700,000 نازح، وأنه حكما لمن مسؤوليات المجتمع الدولي أن يساعد لبنان في مواجهة هذا التحدي، كما في المساعدة على عودة الراغبين منهم إلى سوريا. ورد رئيس عون مؤكدا أننا سننطلق معا في عمل مشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. وأعلن في بيروت وباريس أنه خلال زيارة الدولة تم تبادل الأوسمة، فمنح عون الرئيس ماكرون القلادة الذهبية الكبرى من وسام الأرز الوطني اللبناني، وهو أعلى وسام في الجمهورية اللبنانية، فيما منح ماكرون الرئيس عون وسام جوقة الشرف الفرنسي من درجة الصليب الأكبر، وهو أعلى وسام في الجمهورية الفرنسية. كذلك منح رئيس عون قرينة الرئيس الفرنسي وسام الاستحقاق اللبناني من درجة الوشاح الأكبر، فيما منح الرئيس ماكرون اللبنانية الأولى وسام الاستحقاق الفرنسي من درجة الصليب الأكبر. وإلى المملكة العربية السعودية، وصل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يرافقه وزير الشؤون الاجتماعية بيير بوعاصي كأولى المحطات في إطار جولة خارجية. كذلك وصل رئيس حزب الكتائب نائب سامي الجميل إلى جدة تلبية لدعوة رسمية وجهت إليه من المملكة العربية السعودية. أمنيا، في عرسال أعلنت قيادة الجيش عن ضبط عبوات وأحزمة ناسفة معدة للتفجير في جرود عرسال من مخلفات الجماعات الإرهابية، كما أدى انفجار عبوة في الجرود إلى استشهاد يوسف الحجيري وإصابة زوجته بجروح. بعد أسابيع على الانتصار في جرود رأس بعلبك والقاع، يستمر الجيش اللبناني والقوى الأمنية بعملية تمشيط المناطق المحررة من الإرهابيين، وفي إطار العمل الميداني الهادف إلى إبعاد أي عمل أمني يهدد أهالي بلدة عرسال ولبنان عموما، تمت مداهمة عدد من المغاور أسفرت عن ضبط كمية كبيرة من المتفجرات. وبحسب بيان قيادة الجيش، فقد عثرت دورية من مديرية المخابرات على 6 عبوات مجهزة للتفجير تزن الواحدة منها 500 كيلوغرام، كما تم العثور داخل إحدى المغاور التي كانت تستخدمها المجموعات الإرهابية على عدد من المتفجرات والأحزمة الناسفة، عمل الخبير العسكري على تفكيكها. وفي السياق الأمني عينه، أدى انفجار عبوة ناسفة في جرود عرسال من مخلفات المسلحين إلى استشهاد المواطن يوسف الحجيري وإصابة زوجته. من جانبها، أوقفت دورية من فصيلة عرسال في وحدة الدرك الإقليمي المدعو عين عين مواليد عام 1991 سوري الجنسية للاشتباه بانتمائه إلى تنظيمات إرهابية، وتمكنت من ضبط سيارتين مسروقتين دون لوحات في ضواحي البلدة المذكورة. تتجه الأنظار غدا إلى المحكمة العسكرية، إذ من المتوقع أن يصدر الحكم على الشيخ الموقوف أحمد الأسير في قضية أحداث عبرة. مصادر متابعة أفادت تلفزيون مستقبل أن الجلسة سوف تكون مصيرية، إذ لا مجال للتأجيل، وقد اتخذت إجراءات أمنية مشددة في محيط المحكمة بدءا من الليلة. وبحسب المصادر، فإن النطق بالحكم سوف يعقب بعض المراجعات واستغياب وكلاء الدفاع عن الأسير وحضور محام عسكري معين من المحكمة للدفاع عنه. تتابعون بعد الفاصل. ردود فعل مرحبة بقرار الملك سلمان السماح للمرأة بالقيادة. وفلسطين عضو في الشرطة الدولية. تصاعدت حدة التوتر السياسي بين إقليم كردستان وبغداد، التي اتخذت سلسلة إجراءات عقابية ضد الإقليم في وقت أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أن 92% من الأكراد قالوا نعم للاستقلال.
قضاء الاتحاد 12 بندا أقرها البرلمان العراقي في جلسة استثنائية عقدها بحضور رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزراء الداخلية والدفاع والنفط ومستشار الأمن الوطني وممثل وزير المالية للرد على استفتاء إقليم كردستان. في مقدمها المطالبة بمحاكمة رئيس الإقليم مسعود البرزاني وإبلاغ سفراء الدول بضرورة غلق ممثلياتها في كردستان وإعادة حقول النفط في كركوك لسيطرة السلطة الاتحادية. رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أكد أن حكومته ستفرض حكم العراق على كل المناطق في الإقليم بقوة الدستور، وطالب العبادي بإلغاء نتيجة الاستفتاء كشرط للدخول في حوار، كما دعا القوات الكردية إلى الانسحاب من المناطق المتنازع عليها في إشارة إلى مدينة كركوك الغنية بالنفط. وفي المواقف من الأزمة لفت الموقف الأمريكي الذي أعلنته الخارجية مؤكدة أن واشنطن تنوي فتح صفحة جديدة مع أربيل على أساس واقع ما بعد الاستفتاء. وشددت المتحدثة باسم الخارجية على استمرار الاتصالات مع بغداد وإقليم كردستان مؤكدة أن الولايات المتحدة لا تؤيد قرار مجلس الوزراء العراقي بإخضاع المنافذ الحدودية البرية لإقليم كردستان إلى إشراف ورقابة هيئة المنافذ الحدودية. ودعت الخارجية جميع الأطراف إلى مفاوضات بناءة لحل الأزمة وردا على سؤال عن احتمال شن هجوم على إقليم كردستان من قبل بغداد ودول الجوار. أشارت الخارجية إلى أن الولايات المتحدة تريد الأمن والسلام لشعب العراق وتقف ضد كل أشكال العنف. وصى هذه الأجواء وبعدما أبلغت هيئة الطيران المدني العراقية شركات الطيران الأجنبية بوقف الرحلات إلى كردستان اعتبارا من يوم الجمعة تنفيذا لقرار الحكومة المركزية، رفض الإقليم الإنذار. وقال مولود مراد وزير النقل في حكومة إقليم كردستان إن مطاري أربيل وسليمانية ملك لكردستان، وتابع إن سلطة الطيران العراقية تشرف على المطارين. شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية أعلنت عن تعليق الرحلات من وإلى أربيل ابتداء من الجمعة، لافتة إلى أن آخر رحلة ستكون في 29 من الجاري. كذلك أعلنت تركيا تعليق الرحلات بدءا من الجمعة. أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في كردستان نتائج الاستفتاء الذي شهده الإقليم يوم الاثنين على الاستقلال عن الحكومة المركزية في بغداد. وقالت المفوضية إن الأغلبية صوتت بنعم لصالح خيار الاستقلال وبلغت نسبتهم 92%. وبحسب المفوضية فقد بلغ عدد المشاركين في الاستفتاء 4 ملايين وبلغ عدد المصوتين في الأماكن المتنازع عليها 3 ملايين. عدد المصوتين بنعم وبنسبة 92.73%. عدد المصوتين بلا بلغت نسبة 7.27%. عدد الأصوات الباطلة والأصوات البيضاء 1.21%. عدد الأوراق المستبعدة 5.16%. وفي شأن عراقي آخر، اندلعت مواجهات عنيفة بين القوات العراقية وعناصر من تنظيم داعش تسللوا إلى 3 مناطق قرب مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار غرب العراق. وأفاد مصدر عسكري بأن ما حصل هو تسلل بعض الإرهابيين إلى مناطق الطاش والمجر جنوب الرمادي ومنطقة 7 كيلو غرب المدينة، لكن القوات الأمنية تمكنت من استعادتها بعد اشتباكات عنيفة بين الطرفين. رحب مسؤولون ومؤسسات حكومية دولية بالأمر السامي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والقاضي بالسماح بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة في المملكة. موجة عارمة من الترحيب الدولي بالأمر السامي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بقيادة المرأة للسيارة، حرصا من الحكومة السعودية على أن تكون المرأة عنصرا فعالا في المجتمع وأن تتمتع بحق كان معطلا لأسباب مجتمعية. ويقضي الأمر السامي الذي وجهه خادم الحرمين الشريفين إلى وزير الداخلية بتشكيل لجنة على مستوى عال من وزارات الداخلية والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية من أجل دراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك، على أن ترفع اللجنة توصياتها خلال شهر ثم يكون التنفيذ اعتبارا من 10 حزيران المقبل ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاد بقرار السعودية واصفا إياه بالخطوة الإيجابية، وأكد على مواصلة دعم المملكة في جهودها الرامية إلى تعزيز المجتمع السعودي والاقتصاد من خلال الإصلاحات من هذا القبيل وتنفيذ رؤية السعودية 2030. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس رحب في تغريدة له بالأمر السامي واصفا إياه بالخطوة على الطريق الصحيح. الإمارات بدورها عبرت عن فرحتها بالأمر السامي، وكتب وزير الدولة الإماراتية لشؤون الخارجية أنور قرقاش: أخبار السعودية المفرحة تتوالى في كل المجالات في مسيرة مباركة يقودها الملك سلمان بن عبد العزيز. إلى ذلك تصدر الأمر السامي اهتمامات وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم وسط إشادات واسعة بالخطوة التاريخية. علق رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي يسمح للمرأة السعودية بالقيادة قائلا عبر تويتر: إنه قرار تاريخي ومبروك لجميع السعوديين نحو المزيد من التقدم والحداثة. من جهة أخرى، رحب الرئيس الحريري بالمصالحة الوطنية الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، داعيا الحركتين إلى اتخاذ المزيد من الخطوات الآيلة إلى تقوية وترسيخ مناخات المصالحة لتحقيق حلم الشعب الفلسطيني التاريخي بقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. ولفت الرئيس الحريري في بيان إلى أن الخطوة المصالحة المباركة التي تحققت بفضل جهود مصرية مشكورة جاءت لتطوي عقدا من الانقسام والتباعد بين الطرفين، عساها أن تشكل فاتحة خير على فلسطين وأهلها والعرب أجمعين، بعدما دفع الفلسطينيون أنفسهم ثمنا باهظا لهذا الافتراق الذي استغلته إسرائيل إمعانا في مضاعفة مخططاتها الاستيطانية والاستيلاء على مزيد من الأراضي العربية واستهداف الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، خصوصا محاولاتها لتغيير معالم المسجد الأقصى المبارك وتصعيد حملات القمع والحصار والاغتيال ضد أبناء الشعب الفلسطيني الصامد. أعلنت الشرطة الدولية الانتربول أن الجمعية العامة للمنظمة وافقت في تصويت جرى في بيجينغ على منح العضوية لدولة فلسطين في خطوة عارضتها إسرائيل. وأوضحت الشرطة الدولية أن دولة فلسطين وجزر سولومون أصبحتا من الدول الأعضاء في الانتربول، ولم يصدر تعليق فوري عن وزارة الخارجية الإسرائيلية التي قالت في وقت سابق إن جهود إسرائيل لإفشال التصويت فشلت جميعها. أعلنت الشرطة الأفغانية أن صواريخ انفجرت في مطار كابول والمنطقة المحيطة به بعد ساعات من وصول وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس إلى العاصمة الأفغانية في زيارة لم يعلن عنها من قبل، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار. ولم يكن ماتس قريبا من المطار عندما انفجرت هذه الصواريخ، فيما أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن إطلاقها. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل: غرفة طوارئ بقيادة الأشغال تحضيرا للشتوة الأولى، وإطلاق مشروع بايك تاون بلدتي. أهلا بكم من جديد. استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء في بيت الوسط نقيب خبراء المحاسبة سليم عبد الباقي وعضو النقابة غازي الهبري، اللذين قدما له درعا تكريميا لرعايته مؤتمر النقابة بشأن تبييض الأموال ومكافحة الفساد. وتناول اللقاء عرضا لتوصيات المؤتمر والبحث في تنظيم أعمال النقابة. ثم استقبل الرئيس الحريري رئيس اتحاد المصارف العربية الدكتور جوزيف طربي والأمين العام للاتحاد وسام فتوح. ولفت طربي إلى أن اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية ستعقد اجتماعاتها في بيروت. وافق دولة رئيس حريري على رعاية مؤتمر بيروت وسيكون له كلمة في المؤتمر، ونعتبر أن هذا الظرف مناسب جدا ليظهر على الساحة العربية ويعطي الكلام الفاصل بالنسبة للمناخ الاستثماري في لبنان، وبصورة خاصة بالنسبة للمصارف وحماية الاستثمار والحفاظ على خلينا نقول الاستقرار المالي والاقتصادي للبنان. وزير الأشغال العامة والنقل يوسف نيانوس التقى متعهدي تصريف مياه الأمطار وأعلن عن إنشاء غرفة طوارئ تحضيرا لفصل الشتاء.
تحضيرا لفصل الشتاء، عقد وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس اجتماعا لمتعهدي تصريف مياه الأمطار والشركات المولجة أعمال تنظيف وتأهيل شبكات تصريف مياه الأمطار والأجهزة المختصة في الإدارة لتنفيذ الأعمال بالشكل المطلوب والسرعة الممكنة. فنيانوس قال: شددنا تحت طائلة المسؤولية على المتعهدين والمسؤولين في الوزارة لتنفيذ كل فريق الأعمال المطلوبة منه حتى لا تحصل فيضانات على الطرقات، كاشفا عن إنشاء غرفة طوارئ تعمل على مدار الساعة لمعالجة أي طارئ قد يحدث. وأشار فنيانوس إلى أن هناك مسؤولية مشتركة بين المواطن والمتعهد والمسؤول في الإدارة والبلديات والقائم مقاميين والمحافظات، لافتا إلى أن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أصدر تعميما بهذا الموضوع. وفي إطار المطالبة بتنفيذ قانون السلسلة الرتب والرواتب، اجتمع وفد من رابطي أساتذة التعليم المهني والتقني في لبنان مع وزير التربية مروان حمادي في وزارة التربية. الوفد نقل عن الوزير حمادي تأكيده بأن السلسلة خارج التداول في مجلس الوزراء، وأن النقاش يدور حول موضوع الضرائب وكيفية تمويلها. أبشرنا معالي الوزير أنه السلسلة خارج موضوع التداول، بالتداول مجلس وزراء هو موضوع ضرائب وتمويل السلسلة، وتداولنا نحن وياه موضوع مواضيع لوجستية بتتخصص بالتعليم المهني ببداية العام الدراسي الجديد القادمين عليه. نحن بعدنا مستمرين بالإضراب، بس بموضوع الامتحانات الرسمية سهلنا موضوع الامتحانات الرسمية تمنع لطلابنا أنه يبلشوا عامه دراسي جديد بالجامعات أو بمعاهدنا بشكل طبيعي. وصلت غرفة الدرجة الأولى بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان الاستماع إلى إفادة خبير الاتصالات أندرو دونالسون الذي أجاب على أسئلة فرق الدفاع في الاستجواب المضاد. وقد تمحور هذا الاستجواب حول عدد من الأرقام الخلوية ذات الصلة بمنفذي جريمة 14 من شباط. في دار الفتوى، بحث مفتي الجمهورية شؤونا إسلامية مع وفد هيئة علماء المسلمين في لبنان عشية صدور أحكام في قضايا موقوفين إسلاميين. التقى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الهيئة الإدارية الجديدة لهيئة العلماء المسلمين في لبنان برئاسة الشيخ أحمد العمري، الذي أشار إلى أنه تم البحث في جملة من القضايا التي تخص المسلمين. وعلى رأس هذه القضايا كانت قضية الموقوفين المظلومين في السجون اللبنانية، على أساس أن هناك أحكام قد تصدر غدا بحق هؤلاء جميعا. فإننا تشاركنا مع صاحب السماحة في أن الأحكام التي تجري متسرعة من غير الأخذ بعين الاعتبار بموقف المحامين الذين يدافعون عن المظلومين، نحن لا نقبل لهذا البلد إلا أن يكون عادلا حتى يكون معافا وحتى يكون آمنا مستقرا. فإننا نحذر من أن العدالة إذا لم تأخذ مجراها على جميع الناس، وخاصة على الذين أساءوا إلى هذا الوطن وإلى هذا البلد، فإننا بالتالي نساهم في فتن لا تحمد عقباها. واستقبل المفتي دريان مدرسي الفتوى القدامى والجدد الذين صدرت قرارات تعيينهم في بيروت وطرابلس وعكر والبقاع والجنوب وصيدا وجبل لبنان في حضور أمين الفتوى الشيخ أمين الكردي، وتم البحث في الشؤون الإسلامية وترشيد الخطاب الديني بما يساهم في ترسيخ مفاهيم نشر الدعوة الإسلامية بالحكمة والموعظة الحسنة. اعتصم الأساتذة المتمرنون في الجامعة اللبنانية أمام كلية التربية في فرن الشباك مطالبين بالحصول على رواتبهم التي لم يتقاضوها منذ 3 أشهر وبحسم موضوع 6 درجات. كما شدد المعتصمون على إيجاد حل لإشكالية ساعات التعليم لدوام قبل الظهر وحل موضوع المعادلات لطلاب الدكتوراه والماجستير. نتمنى من إدارة كلية التربية الإسراع في إعداد جداول الرواتب باسم الأساتذة لصرف المستحقات بأقرب وقت ممكن. ثانيا، نطلب من إدارة كلية التربية من جميع المعنيين أننا نحن كأساتذة متمرنين لنا الحق في سلسلة الرتب والرواتب، إضافة إلى 6 درجات التي أضيفت لأساتذة التعليم الثانوي. برعاية وزير الثقافة غطاس خوري وحضور رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد سنيورة، وقع مروان العريض كتابه
في رحاب فن الزخرفة الشرقية في قصر اليونسكو بحضور حشد من الشخصيات السياسية والثقافية والاجتماعية. المؤلف تحدث عن مسيرة تحضير الكتاب التي استغرقت سنوات من أجل البحث في فن الزخرفة وربطه بالثقافة العربية. وزير الثقافة غطاس خوري أشاد بالعمل لافتا إلى أنه أعاد إنتاج فن عظيم من وحي الكتاب المقدس، فيما أشار عضو لقاء ديمقراطي النائب غازي العريضي إلى أن المؤلف اختار عنوانا يعيدنا إلى تاريخ الزخرفة في العالم العربي. إطلاق مشروع بايك تاون بلدتي في عدة بلدات على ساحل المتن الشمالي. أطلق وزير الإعلام ملحم رياشي مشروع بايك تاون بلدتي في عدة بلدات على ساحل المتن الشمالي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في الوزارة شاركت فيه جمعية بلدتي وشركات مختصة بالبيئة. رياشي أشار إلى أن هذا المشروع سيعيد المساحات الخضراء إلى المدن وسيضع خطة لتنظيم قطاع النقل للحد من التلوث البيئي. المسار رح يكون من نهر بيروت لنهر الكلب، والدراجات رح تنطلق يوم الأحد الساعة 9 صباحا ب 8 تشرين الأول 2017 مواكبة الخطة عبر حملة ترويجية تثقيفية ونشاطات كمان هادفة رح تواكب خطة جمعية بلدتي والجمعيات المشاركة معكم لاعتماد حلول معينة حول معايير المدن الخضراء لوضع خطة النقل بساحل المتن الشمالي وتحسينها وتطويرها والحد من التلوث، لكمان الترويج للنقل النظيف، النقل العام النظيف. هيدي النقل العام النظيف هيدي وحدة بدها شي 10,000 بسيكلات يبرموا ليلا نهارا فقط. وسيمتد المشروع لمدة 4 سنوات ليساعد على إعادة تنشيط الحركة الاقتصادية في ساحل المتن الشمالي. والآن الفقرة الاقتصادية. مساء الخير. نبدأ جولتنا على أسواق اليوم من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أشارت رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي جانيت يالن لضرورة استمرار المركز الأمريكي برفع أسعار الفائدة رغم ضبابية مسار التضخم. وفقا لما قالته يالن، من الممكن يكون مجلس الاحتياطي أساء تقدير توقعاته لحقائق أساسية مثل استقرار التضخم. بين تصريحات يالن باستمرار رفع أسعار الفائدة واستعداد الرئيس ترامب لوضع خطة لخفض الضرائب، سجل الدولار مكاسب بنسبة 0.4% ليوصل إلى أعلى مستوى له خلال 5 أسابيع. على عكس الدولار شهدت معظم العملات الرئيسية انخفاض، فتراوحت نسبة انخفاض اليورو، الباوند والسويس فرانك بين 0.4% و0.6%. بلمحة على أسواق الأسهم، شهدت معظم المؤشرات السوق ارتفاع بساعات الصباح اليوم، وكان أبرزها ستوكس يوروب 600 وداكس الألماني يلي سجلوا أكبر نسبة ارتفاع بعشر أسابيع. الأمر مشابه لمؤشر S&P 500 و FTSE 100 البريطاني يلي سجلوا ارتفاع بنسبة 0.2 و0.4% على التوالي. وختاما مع أسعار السلع الأساسية، خام غرب تكساس الوسيط حقق مكاسب بنسبة 0.6% ليوصل إلى 52.18 دولار للبرميل، والذهب سجل تراجع بنسبة 0.2%. هذه كانت أخبارنا لليوم، أنا بشوفكم بكرة. صفحة الأحوال الجوية نتابعها مع كارين خراط. مصفر كتل هوائية معتدلة ورطبة عم تسيطر حاليا على أغلبية مناطق الحوض الشرقي إلى البحر الأبيض المتوسط، تفاصيل كلها بعد شوي. هلأ منروح على الدول العربية لنشوف كيف عم بيكون طقسها، ومنبلش جولتنا بتونس. 26 درجة الرباط، 26 الجزائر، 24 درجة. منكفي على بغداد 37، دمشق 30، قدس وعمان 28 درجة، وبنختم مع الكويت 41، الدوحة والرياض بتسجل 38 درجة. هلأ بننتقل على لبنان. بكرة الخميس طقسنا غائم جزئياً، بالنسبة للحرارة عم تستقر على 27 درجة أقصاها 19 أدناها، بالجبل بتنخفض ل 23 درجة أقصاها 13 أدناها، أما بالداخل بتسجل أقصاها 28 درجة. تفاصيل أكثر منروح على الخريطة اللبنانية ومنبلش جولتنا بعكار. 27 درجة، طرابلس 28، الأرز 18، الكورة 27 درجة.
الهرمل 28، القاع 26، بعلبك كمان 26 درجة، رياء 25، جبيل 26، ميروبة 19، جونيا وبعبدا 27 درجة، بيروت كمان بتسجل حرارة فيها 27 درجة، زحلة 29، شتورة 28، عنجر 27، مشغرة 28 درجة، جزين 28، رشايا 26، مرجعيون 28 درجة، بنت جبيل 27، ومنختم مع صيدا، صور، وقانا 28 درجة. مثل ما ذكرت بكرة طقسنا غائم جزئيا، بالنسبة للحرارة بتوصل أقصاها نهار الخميس لل 27 درجة، أدنيها 23، بالنسبة لنهار الجمعة والسبت بتستقر على 27 درجة. عنا احتمال لتساقط أمطار نهار السبت والأحد مع طقس غائم كليا، بالنسبة للحرارة بمنطقة الأرز بتسجل أقصاها 18 درجة. لهون بتكون خلصت النشرة الجوية، تصبحوا على ألف خير. وفي دي ان اي بعد النشره، يضيء نديم قطيش على نوع جديد من انتصارات محور المقاومه. والان العناوين. الحكومه حددت اليوم مشروع قانون لموارد جديده للسلسله. مصير السلسله يبت غدا خلال جلسه مجلس الوزراء في بعبدا على وقع تحركات مطالبه بتنفيذها. تفكيك 6 عبوات ناسفة، زينة الواحدة منها 500 كيلوغرام، وعدد من المتفجرات والأحزمة الناسفة في جرود عرسال. وحرصا على وحدة العراق وسلامة أرضه ومواطنيه. وحزمة قرارات للبرلمان العراقي ضد أقليم كردستان، و92% من الأكراد صوتوا للاستقلال. ختاما شكرا للمتابعة، إلى اللقاء. إلى اللقاء.